باب جديد من المعارك فتح في ليبيا يتمثل في الطعون القانونية المتبادلة بين المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية، وعلى رأسهم سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة صاحب الحظوظ الأكبر في هذه الانتخابات. وكالة نوفا الإيطالية ألمحت في تقرير لها إلى وجود العديد من الإشارات التي توحي بتمهيد الطريق لرئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية من أجل نزول إلى الميدان في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 24 من كانون الأول ديسمبر المقبل. الوكالة الإيطالية اعتبرت أن رفض محكمة الاستئناف بطرابلس يوم الخميس الماضي الطعون المقدمة ضد ترشح رئيس الحكومة استناداً إلى المادة 12 من شأنه أن يزيل أحد العقبات الرئيسية في طريق الدبيبة نحو الرئاسة. وفي وقت سابق كشفت وسائل إعلام محلية وثيقة تظهر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يحمل جنسية أجنبية، ما يشكل مانعاً قانونياً أمام ترشحه للانتخابات الرئاسية. وفي 18 من تشرين الثاني نوفمبر الجاري قدم الدبيبة أوراق ترشحه على الرغم من أن المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية تمنع نظرياً مترشحاً يتولى منصباً عاماً ما لم يقدم استقالته قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات، وهو ما لم يفعله الدبيبة.